كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. اليوم معنا مناضلة من الناس الجمعويين ديال الجالية المغربية اللي كتشدوا من النفس على هذا الوطن الحبيب. قدم لي نفسك. معك الأستاذة سميرة أبو النوار، رئيسة الحركة من أجل التواصل والتربية على المواطنة، مقيمة في ديار المهجر بفرنسا. اليوم شفناكم نتوما واحد الفريق جاي من الديار الفرنسية كتحملوا الرايات المغربية وكتندوا داخل المطار بالراية المغربية وبالشعار المغربي، علاش جيتوا؟ علاش زعما؟ أول حاجة صلة الرحيم، لأن هذه الذكرى الغالية على المغاربة اللي هي ذكرى المسيرة الخضراء أولا، وثانيا الاستنكار واستنكار واستنكار وتنديد لهذا العمل الهمجي ديال حرق الراية. شنو رأيك في السيدة اللي حرقت الراية المغربية والناس اللي كيديروا بالأمثال ديالها، يعني حرقوها قدام الملأ وشتفوا عليها قدام جميع الدول، شنو تتقولي انا غادي نقول لان كلمه في حقها انا عندي فيديوهات، لان بزاف الناس اللي حرقوا، انا غنقول لك كل واحد من اي منطقه باش ما يوقفش بيناتنا يعني تشتت منطقه خاصه، نعم فكل من حرق راية الوطن فهو بريء من يعني من بحال اللي من الريف يا اللي من الصحراء يا اللي من اي منطقه فبريء منه. هذا العمل ينسبه لذاته لشخصه، ما ينوضش لنا الفتنه. كلمة المغاربه، الله يجمع شملنا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.